Thank you.
وترجون من الله ما لا يرجون،
لكن الله عز وجل أن يتخذ منا شهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصر العاجل القريب، نسأل الله القبول لشهدائنا والنصر لأمتنا والموت، نسأل الله الموت لأعدائنا، لأعداء هذه الأمة المنكوبة المظلومة التي عاشت بقهر وظلم واستبداد منذ 50 عاما. أيها الأحباب، إن هذه البلاد الشعبية التي نالت أعلى جائزة من الله ومن رسوله لدى الجدير بها أن تقف موقف البطولة، موقف البطولة، موقف الشهادة أمام طاغية الشام المجرم، طاغية الشام المهين العظيم الخائن. لا لا تقول عليه، لا لا تقول عليك يا طاغية الشام، ولعنة الله على كل من يؤيدك، لعنة الله على الشبيحة، لعنة الله على العوامية، لعنة الله على المقتلين، لعنة الله على كل من يؤيد بالثورة المباركة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليك يا طاغية الشام، يا لعين، يا بكر، يا خائن. إلى متى يقف المتخرجون؟ إلى ما تأخذ الحياد؟ إن كانوا مشايخ فكن معهم، إن كان إن وجد شيخا يتخرج معهم، إن كان هناك عميرا يرفع التقارير لعنة الله عليه. الله حييكم يا شباب، حي الله ثورتنا، أيد أمتنا، لعن أعداءنا. الموت والخزي والعار لكل من لا يؤيد هذه الثورة المباركة، ثورة ربانية، ثورة قاتلها الغرب والشرق، الإيرانيون الصهيون والمجوس الصينيون والشيوعيون الروسيون والغرب الكافر كله وأمريكا المنتجة، كلها تكالبت بما فيها العوائلية وبما فيها الجيش النظام الخائن الذي يقتل الموحد. يا للعار على جيش قدمنا له السلاح، قطعنا له من اطفالنا ومن طعامنا ثم يقتلنا جيشنا. هل رايتم ضابطا من ضد سوريا قتل يهوديا؟ اقول ضابطا واحد قتل يهودي، لكنه قوي في قتل الابناء، قوي في قتل الاطفال، قوي في الانتخابات. وعلى من؟ على الأطفال الصغار، على النساء، على الأحفاد. طبا لك يا جيش نفس الشق، طبا لمن لم يشق، طبا لكل من وقف معلن لهذه الثورة المباركة. حياكم الله يا أحباب، وفات بروسنا، والله والله ثم والله فلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يعجل بنصره، أن يعجل بفرجه، أن يعيد المهجرين إلى ديارهم بالتهجم المباركة. لعن الله الخائنين، لعن الله أصحاب التقدير الصادقة والأحياء، صف اللعنات عليهم، لعنة الله على الخائنين. اللهم لعن الهوائية، اللهم لعن الهوائية، اللهم لعن أصحاب التقدير، اللهم لعنهم. أسأل الله أن يعجل عليهم قبل أن يعجل على طاغية الشام. أسأل الله أن يبارك لثورتنا المباركة. حياكم الله يا ما وقفتم أمام العالم، تكالب العالم شرقه وغيره على هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأحرار، لا شيء إلا لأنهم أهل الشام المباركة، أهل الأبدال. الأبدال في أمتي 40 في الشام. هذه هي المشكلة التي نعاني من سببها من غرب وشرق وشمال وجنوب. جزاكم الله، حيا شهدائنا، بسمت ثورتنا. لعن العواديين مرة أخرى، ولعن الشبيحة، لا يصلى على الشبيح، الشبيح يلقى للكلاب، كل من يصلي على الشبيح خائن، الشبيح الذي يقتل شبيحا وهو يدافع عن طاغية الشعب ومجرم. القوه الى المفادل، الى المفادل. نحن شهداؤنا نرفع هذه الدماء التي بذلها شهداء الابرار، هي نور تلقاه يوم القيامه. حياكم الله يا القارة، جزاكم الله كل خير.
يصلي هنا الان على الشهداء، يصلى على الشهداء، ولكن لا يمثلون ولا يكفلون، بل يصلى فقط عليهم. واما الشبيه لا يمثل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يصلى في مقام المسلمين، ويلقى للكتاب. اذا علمتم شبيحا وصليتم عليه فنحن قائلون، نخالف قول الله تعالى: اسمعوا في سورة التوبة ولا تصلي على احد من مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسله وماتوا وهم فاسقون. فلا تجد اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا، ليعذبهم بها في الحياه الاخره وهم كافرون. رحم الله شهداءنا، نصر الله مجاهدينا، اهلك الله طغاتنا، لعن الله شبيحتنا، لعن الله كفرنا. ثم قولوا مره اخرى عسى ان يكون دعاء استجابه. اللهم العب عن عوائلنا، اللهم العب عن عوائلنا، اللهم العب عن الذين يفعلون خبير، لعنه الله عليهم. نصر الله اخوتنا في حلب وفي فلسطة وفي الشام وفي سوريا المنكوبه، والنصر قريب باذن الله. انتصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، وما نصر الا بالله العزيز الحكيم، الحمد لله رب العالمين. والفاتحه. اللهم يا رب صل على باسل المليص سنة الشافعي، يا رب على باسل سنة الشافعي محمد سنة حلال، باسل سنة الشافعي محمد سنة حلال. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير
Yeah, I'm happy about that.